البت زي ما يكون معمول لها عمل. بالمسايسة يا شمش، بالمسايسة مش بالضرب. وانا ما اشوف اسماعيل اخويا خيبه، بس هو برضو خايف عليها. مرحبا يا خالة شمس. مرحبا يا بنتي. خمرية ورد اليمن، انت جاية تقعدي وسطينا ولا ايه؟ وماله يا صالح، تكسفيش البنية. اقعد يا ورد اليمن. لا ما قعدش، الزهرة هتتكلم كلام سر. ايوة كلام سر. شوفي ولدك عاوز حاجة. بالاذن. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليه يا صالحة؟ حرام عليك، دي باردة جاية تقعد وسطينا ليه؟ لازم أن تلزم حدودها. والله عيب عليك كده. تقول علينا ايه؟ اقول لك ايه؟ انت هتعيبيني ولا هتتحدثي زي الناس؟ خلاص يا بوي، انت حرة. بنتي يا نور الصباح، تعالي شوفي سيدك شاهين. حاضر. مين المعدلة دي؟ ما شفتهاش قبل كده. عدت بنت مناظر. امال مش بيجي ست ورد اليمن ام شاهين؟ حسي اتنبح وانا عنادم عليكي. ترشتي؟ كنت اساعد فضه في حاجه. يقطع فضه واللي هتعمله. مالكيش دعوه بحد، ما تساعديش حد. انت هنا عشاني انا بس. شايفه؟ شايفه قله الادب؟ سيبيها. اسيب مين؟ ده انا هفرج عليها البلد كلها. يقطع مين يا بنت مناظر؟ صلح حبك. صلح رقبتها. ردي عليا يا مت ربي يا بنت الاكابر. ايه يا صالح؟ انا اكلم نور الصباح. حد كلمك؟ تعالي كلميني زي ما اكلمك. بقول لك ايه، انا مش تحت امرك تمشيني وتندميني على كيفك. مين قال كده؟ كل حريم البيت هنا تحت امري انا. عمره ما كان ولا هيكون. انا هنا زي زيك بالظبط، ومفيش حد احسن من حد. لا في يا ورد اليمن، انا احسن منك، وكلمتي تمشي عليكي وعلى عبدتك وعلى كل من كان ليكي. فاهمه ولا لا؟ يعني ايه؟ هتتحكمي فيا؟ يعني انا حراشك وهقف جبالك واشوف اخرتها معاكي ايه؟ وكيف تزعقي في بيتي؟ اخرتها زي اولها، انت في حالك ولا في حالي، وكله يلزم جنون. انا جنوني حكم يا ورد اليمن. نور الصباح بتاعتك دي تلم كل خلقاتها وتروح مطرح ما جت. محدش هيطلع من بيتي. بيت مين يا ام البيوت انت؟ بيتي وبيت جوزي وبيت ولدي. بقي عندك بيت ووادي يا ورد اليمن؟ اسمعي يا نور الصباح، غمض عينه وفتحها. لو لقيتك لسه واقفه قدامي هخلي فضه ونسيم يربوكي بره زي الكلاب الجربانه. وانا قلت نور الصباح مش هتمشي، واللي معاكي اعمليه. فضه، نسيم، ارموا البت دي بره دلوقتي. حاضر. يلا يا بنت. كده ماشي، انا سايبها لك وهمشي معاها، وابقي شوفي هتقولي ايه الهمام. غوري في 60 حرديفه. ايه يا امي انت؟ ايه جمال عايش؟ هتسيبيها تمشي؟ 60 خاره هتحكم عليا في بيتي؟ فاكره نفسها مر علي؟ وجوزك لو جه ايه؟ ما ياجي، ما انت شاهده وشايفه. شاهده مين؟ انا يا حبيبتي اتاخرت على بنتي. سلام عليكم. استني يا شمس لحد اخوكي ما ياشي. لا يا حبيبتي، انا ورايا بيتي وبنتي ومصالحي، وانتي واخوي صفيوا مع بعض. وايه يعني همام؟ لما ياجي افهم اللي حصل.